اهلا بحضراتكم مره اخرى، اواصل حواري مع الدكتور وسيم السيسي. طب احنا عندنا حريه فكر دلوقتي، اللي عايز يفكر بيفكر، واللي عايز يقول اي حاجه بيقولها وفي اي اتجاه. هذه الحريه الا تؤدي الى مجتمع اكثر صحه؟ يعني ده مش مجتمع صحي ايا كانت التيارات اللي بتغلب فيه او بتسيطر او بتعبر عن الشارع، حتى لو الناس رافضه الشارع ده، لو في نخبه رافضه الشارع ده او شايفه ان الشارع ده ليس لديه هذا الوعي الكافي، ولكن في النهايه بيحكمها من يعبر عنها. هارولد لاسكي له كتاب خطير جدا اسمه الحرية في الدولة الحديثة، ويعجبني في هذا الرجل أنه بيضع الكثير في كلمات قليلة وجمل صغيرة. فيقول إيه؟ أن ما لم يهدد الحاكم شبح هزيمة انتخابية مقبلة يتحول من خادم للشعب إلى حاكم مستغل لهذا الشعب ويضيع هذا الشعب. يقول مخطئ من يعتقد أن الديمقراطية هي حرية التفكير. الديمقراطية هي حرية التفكير مع القدرة على التغيير من أصغر صغير لأكبر كبير، وبدون أحدهما هي ديمقراطية عرجاء إذا كانت تسير على ساقين، أو مكسورة الجناح إذا كان الطائر يحلق بجناحين. مفيش ديمقراطية تقول لي وأنت مش قادر تغير عسكري أو ضابط. نعم. دي ما هياش ديمقراطية. دي هبهبة بقى. خصوصاً إذا كان محدش بيسأل فيك. ده أنا مرة وأنا في إنجلترا كان بيجيلنا حوادث، وكان منها كات تندونز أو طار مقطوعة مش عارف إيه في الحاجات دي كلها. ايه الحكايه؟ قالوا الشاطئ، كنت ايامها انا في نيوكاسل اشتغل، اللي الاولاد هناك بيرموا ازاز بتتكسر والازاز بيجي. فات هابند ان حدث ان جالي مريض، وبعدين بقول عرفت ان هو مراسل للجارديان. قول له يعني انتوا سايبين الدنيا ليه وحصل كذا وكذا وكذا وكذا؟ قال لي ده احنا عندنا مجلس هنا. قلت له تيس كونسل اوف نيجلكت، ده مجلس اهمال، مفروض ان هو ياخد باله من الحاجات دي. وفوجئت تاني يوم الصفحه الثالثه من الجريده منشط عريض كونسل اوف نيجلكت ان ايجيبشن دكتور اكيوزس، مجلس الاهمال، طبيب مصري يتهم. ينعقد مجلس المحافظه في نفس اليوم ويناقش الاتهامات التي وجهها الدكتور السيسي، ويبعتوا ناس للمستشفى عشان يشوفوا الحالات اللي بتجيلنا، وفي 24 ساعة الشاطئ يتنظف ونقطة إسعاف وحارس على الشاطئ وتحلت كل حاجة. ما قالوش بقى ده أجنبي جاي يتكلم على بلدنا. مسألة مش مسألة أجنبي ولا مش أجنبي، مسألة في كراتسيزم، في نقد. هذا النقد صح ولا غلط؟ صح، استفيد منه وحاول انك تتصلح. هنا الكل بيتكلم صحيح، إنما دي لا تعدو إلا أنها صراخ في الهواء، هبهبة زي ما البعض بيسميها. إنما يمدي ما هياش حرية فكر. حرية الفكر ما يبقى حرية الفكر لها إيكو، لها صدى، لها مردود. الكلام اللي أنا بقوله يترد عليه، إنما ما حدش بيرد عليه. يا ما بنسمع ويا ما الجرايد بتجيب وبتجيب وثائق. الست اللي اسمها كاثرين أشتون دي، إما تقول اللي عملوه الفايكنجز في أوروبا يتضاءل إلى جانب ما فعله مبارك في مصر، وفايكنج بهدلوا أوروبا، وتقول أنه نزح من أموال مصر 5 تريليون، التريليون 1000 مليار، والمليار 1000 مليون، ولو أنها وزعت على 80 مليون كل واحد يبقى مليونير. عاوزين حد يطلع يقول لنا الكلام ده كلام صح ولا كلام غلط؟ الست دي بتخرف ولا دي ست يعني ست كبير عندها معلومات ولا عندها معلومات ولا ما فيش؟ ردوا علينا، قولوا لنا. يطلع على موضوع المنجم السكري ده مثلا، وفي وبعد كده يطلع له الراجل الاسترالي واخد حق مش عارف ايه، وكل عامل عنده بيديله 25,000 دولار في الشهر، والغلبان بتاعي المصري بياخد 2000 جنيه مصري في الشهر، وبعدين احنا اللي انا مش عارف.
ما احناش عارفين حاجه، ما حدش عارف الحقيقه، ما حدش عارف فين فين ده كله. وبعد كده اقول حريه فكر، فين حريه الفكر دي؟ طيب مثل هذا المجتمع المتغير في ظرف انتقالي ممكن يفرز رئيس شكله ايه؟ هيفرز رئيس من اللي ماسكينه دلوقتي، ماسكينه مجلس عسكري وماسكينه برلمان معروف هويته ايه، فالاثنين دول هيطلعوا ايه؟ لاسكي يقول اسوأ انواع الحكم هو الحكم العسكري او الحكم الديني، ذلك لغياب اروع كلمه في قاموس اي لغه، كريتيسيزم، النقد، نقد بمعناه العلمي، ايجابيات سلبيات طرق علاج. النقد غائب للحكم في الحكم العسكري. وكلنا يذكر عمر سليمان لما بيقول على شباب التحرير بيشتغلوا لحساب اجنده اجنبيه. نعم. فالنقد للحكم العسكري اجنده اجنبيه، والنقد للحكم الديني انت ضد ربنا، ده احنا بنحكم باسم ربنا. انت تبقى حزب الشيطان، مع ان دول لو يحكموا يبقى حزب الشيطان، هم بتوع ربنا والاخرين بتوع ربنا يبقوا هم حزب الشيطان. وده اللي خلى برضه فولتير قال تمنيت لو اتيت باخر دكتاتور وخنقته بامعاء اخر واحد متسربل باهاب الدين وعمال يضحك على الناس. نعم. اسوأ انواع الحكم هو ده او ده، واحنا بنتحكم بالاثنين. طب تنتظر الرئيس القادم يكون ايه؟ يكون طبعا نتاج توافق الاثنين دول مع بعض. مش شايف ان حكم زي ده قد يراه البعض متعجلا، وان المتسربلين بالدين او الذين لهم خلفيات دينيه او بمرجعيه دينيه ما خدوش فرصتهم وهم بيحاولوا ان يمارسوا السياسه بشكل مختلف، فمحتاجين نديهم الفرصه؟ لو ياخدوا الفرصه ما خدوه، واحنا هنديهم، ما هي اتخذت وخلاص، اتخذت وتحقق ما تمناه نجيب محفوظ، قال دول لازم ياخدوا فرصته. نعم. وكان في رايه ان ربنا ما يحب يعاقب ناس يحقق لهم اهدافه، ده نوع من انواع العقوبه. ورون بقالكوا شهرين اهو كل اللي طلعنا بيه كلام واذان، فيش اكتر من كده، وتهديد بسحب ثقه وتهديد كل الكلام ده كله، يعني السيناريوهات دي اللي احنا مش فاهمينها دي مفهومه للكل، اللي هم فاكرين ان احنا مش فاهمين، احنا فاهمين الحاجات دي. هتنتظر ايه؟ هنتظر دستور، ممكن انتظره يبقى شكله ايه؟ دستور من 200 300 ماده ما ينفعش. بص للدساتير اللي هي عايشه وتحدت اختبار الزمن. الدستور الامريكي كله 10 مواد، من 8 ل 10 مواد، انما كل ماده والثانيه اللي هي اللي عمله هاملتون وتوماس جيفرسون. يعني يكفي ماده في الدستور الامريكي، نحن لا يهمنا لونك ولا دينك، يهمنا ان تعطي هذا البلد افضل ما عندك وسيعطيك هذا البلد افضل ما عنده. ويكتب في المذكره التفسيريه بتاعته توماس جيفرسون: ما الذي يعنيني اذا كنت تعبد الها ام حمارا؟ انا مالا، انا عاوز انت جراح تديني عيان مظبوط، ما تقوليش ايه مهندس اديلي عماره ما تنهارش. انما انا مالي، انا بينك تدخل الجنه او النار انت حر. الانسان له علاقه فيرتيكال راسيه مع ربنا مالكش دعوه بيه، وعلاقه افقيه مع المجتمع اللي هو السلوك. هنا اخلاق اللي هي بينك وبين ربنا، هنا سلوك. ده احنا ده اللي احنا عاوزينه بقى، انت بتعمل ايه؟ واي ماده في الدستور توضع يجب ان تكون لا تتعارض مع المواثيق العالميه لحقوق الانسان. نمره واحد دي لازم. اي حاجه تتعارض مع المواثيق العالميه لحقوق الانسان مرفوضه. وبعدين الدستور ايه وبرلمان؟ البرلمان عليه 600 طعن النهارده. نعم. وبعدين الدستور اللي هو المعدل ده سقط بقيام الثوره. يعني من يوم 11 فبراير يعتبر انه ساقط. ده دستور 71. فلازم الدستور تكون مواد قليله جدا وتكون واضحه جدا، ونستفيد من تجارب الاخرين، واحنا عندنا يعني جهابزه من خبراء الدستور. يعني واحد زي ابراهيم درويش. نعم. راجل دستوري عظيم، وهو قال لي انا دستور 71 عملته وسلمته للرئيس السادات، بعد 4 5 ايام طلع دستور 71 بس مش هذا اللي عملته، ده انا اللي عملته موجود عندي ابعت لك نسخه منه. يعني نعم.
وطبعا السبب في هذا هو طبعا ان عاوزين بتشوف ازاي دكتور حكايه 50% من مجلس الشعب ومجلس الشورى و50% منتخبين. مجلس الشورى ده يعني عمل ايه قبل كده عشان هيعمل ايه دلوقتي؟ وهي كلها ويست، ضياع للمال من غير اي داعي. يعني بس بقى امر واقع. هنا 50% من مجلس الشعب والشورى، البعض يرى ان ده خطر والبعض بيرى ان ده خلاص موجود. المهم من ثمارهم تعرفونه. يعني نستنى نشوف ايه، نستنى نشوف هيطلعوا بايه. كويس. يعني اذا طلع بحاجات يعني فعلا انها تبني مصر فعلا، خلاص زي ما بيقولوا شابو، يعني هننحني اعجابا وتقديرا. لا، انما تطلع بقى حاجات تعمل ردة للوراء، لا. طيب نحن ننتظر بابا، البابا الجديد، والبابا الجديد عبر لائحة قديمة لأحد 57 وعليها تحفظات من الإخوة المسيحيين نفسها. هو بيبقى يعني هي الاختيارات كلها كذا واحد بيرشح نفسه، وبعد كده هو بتصفصف على ثلاثة. نعم. من الثلاثة دول المفروض ان هم افضل كل اللي رشحوا انفسهم، بعد كده بتيجي القرعة الهيكلية. انما طبعا المطلوب والمفروض يعني يجب ان ينطبق على البابا القادم ما قاله برضو مرة تانية فولتير، هذا الرجل العظيم، قال رجل الدين الجاهل يثير احتقارنا، ورجل الدين المتعصب يثير اشمئزازنا، اما رجل الدين المثقف الواعي فهو الجدير بحبنا واحترامنا. احنا عاوزين الانسان المثقف، ومش بس الثقافة والوعي، الثقافة دي هي عاملة زي وحدات بناء. نعم. ازاي تعمل من هذه الوحدات بناء جميل؟ هذه هي الحكمة. ناس كتير عندها ثقافة وعندها معرفة، انما ما بيعرفش يستخدم الحكمة في استخدام هذه الوحدات بتاعت البناء. فالمعرفة وحدها لا تكفي، والثقافة وحدها لا تكفي، انما الحكمة. ومن أوتي الحكمة أوتي خيرا عظيما. طبعا. طبعا. ايه المخزون اللي في مصر اللي يساعدها على ان تستيقظ وتصلح من نفسها وتستجيب لثورتها ونشوف مصر في المكان الذي تستحقه؟ عندنا ايه نقدر؟ عندنا المخزون الحضاري. المخزون الحضاري اللي يبان في على مدى 20 سنة فاتت، كل الأولاد بتوع الاي جي سي اس اي الأوائل على العالم كله من مصر. عندنا المخزون الحضاري الذي يجعل المصري حين يخرج بره بلده من هذا القهر اللي بقاله 2500 سنة وحتى الآن، وزاد من 52 لغاية النهاردة. نعم. يعني احتلال المصري للمصري واستخدام الطرق بتاعت المحتل وهي فرق تسد، بالرغم من هذا كله يطلع نوبل برايز لزويل، ويطلع نجيب محفوظ بنوبل برايز، ويطلع السادات بنوبل برايز للسلام، ويطلع مجدي يعقوب، ويطلع فاروق الباز، ويطلع الكل اجمع. شانتر على سبيل المثال قال ان العرب اعطوا مصر اللغه والدين، ولكن مصر اعطت العرب الحضاره والمعرفه، ولغايه الوقت بتديهم. ليه ما تجسدتش وادت للصوره اللي حضرتك بتتكلم عنها التي يجب ان يكون عليها مصر؟ انت شايف ان النتائج هذا الموروث الحضاري في حاله الثوره لم يؤتي النتائج التي تليق بحضاره شعب الثوره ما يحكمش عليها بسنه ولا اثنين. نعم. ثوره 19 الدستور بتاعها سنه 23، اربع سنين. وقص على هذا كل الثورات. ده انت بتقرا تشابتر، بتقرا صفحه من ثوره 25 يناير. نعم. لسه اللي جاي انت ما تعرفوش، دي مش نهاية الرحلة بتاعتنا دقايا. نعم. يعني عايز تقول لي حضرتك ان الموروث الثقافي او الحضاري المصري موجود لكن لسه ما تشكلش في المرحلة دي. لسه يعني زي ما بيقولوا wait and see، انتظر وبص. تشكله بعلمك بقراءتك للتاريخ بفترات مشابهة ممكن يؤدي بمصر لفين؟ يؤدي مصر لطفرة عظيمة جدا. هذا المخزون الحضاري يعني ظهر في 73، مفيش جريمة واحدة سجلت لأن الناس حست بالحدث الكبير. المخزون الحضاري بان في 25 يناير، المخزون الحضاري بان في رحيل البابا شنودة الثالث. أنا شخصيا ما كنتش أتصور
ان رغم السخافات اللي احنا بنشوفها من تعصب ومن مش عارف ايه ومن ايه ومن ايه الا ان مصر كلها تمام. هل المخزون الحضاري برضه هو اللي افرز بلطجه وافرز عدم ضمير وافرز ان احنا بنتكلم كتير ده مش المخزون الحضاري؟ امال ده ايه؟ ده الماد يعني الـ يعني ضد الحضاره، يعني الثوره المضاده. البلطجه والحاجات اللي زي دي، يعني لامبروزو قال ايه؟ قال البلطجيه اللي انتوا ماسكينهم دول، المجرم الحقيقي هو المجتمع، وما هؤلاء المساكين الا ادواته في تنفيذ جريمته. من هو المجتمع؟ الحكام واحنا، ولكن الحكام اولا، دول صناعتهم الفقر اللي عايشين فيه. الفقر يتحدى كل فضيله. احنا لو كنا ادينا لهم، هل في، انا كنت في احد المؤتمرات في افريقيا والسفير عمل لي حفل تكريم، وحتى قال لي انا عمري ما هنسى اسمك، قلت له متشكر جدا. قال لا ده اصل ابن اختي اسمه وسيم يعني. المهم فبيقول لي الفضيحه بتاعتنا الكبرى في كل، وبيوزع هذا الفيلم في كل دول افريقيا، خدوا بالكم من الانفجار السكاني والا هتبقوا كده، ويجيب مصر 4 مليون عايشين في المقابر. قال لي بقينا عبره. هؤلاء المساكين نتاج هذا الفقر وهذا التهميش. 7-8 مليون بنت من غير جواز، مين يقدر يفتح بيت النهار؟ عندنا أكتر من 1000 عشوائية موجودين عايشين عيشة. إذن الموروث الحضاري دوره إنه يظهر في احتواء مثل هؤلاء وإعادة تأهيلهم. مفيش شك. فين هو بس المخزون الحضاري؟ المخزون الحضاري مكبوس عليه دلوقتي، محدش يقدر يتكلم. يعني مش ظاهر دلوقتي؟ لا طبعا، لأنه أوبريست، في اوبريشن على هذا المخزون الحضاري. بس هيفرض نفسه بالتاكيد. في حاجه اسمها المتغيرات العالميه الحتميه التاريخيه، دي كلها تفرض نفسها. المجتمع بيسير الى الامام، وخصوصا دلوقتي الذي كان يتم في سنوات ده يحصل في اسابيع وشهور دلوقتي. يعني ايام عرابي الحدث في مصر عاوز 6 أشهر عشان يوصل امريكا. نعم. النهاردة الحدث في مصر قبل ما يحصل بيكون في أمريكا 0.7 سكند، 0.7 سكند. عرابي مات سنة 11، لكن ثورة 19 بعد 8 سنين. نعم. ثورة 25 المقهورة دلوقتي المدفونة دلوقتي تظهر بعد أسابيع، بعد شهور، بعد سنة أو اتنين، إنما موجود مش كتير. خلاص لا مش كتير، لأن دلوقتي الحياة اتغيرت، ما عادش يعني خلاص دلوقتي ما فيش ابعت لك جواب تقعد تستناه يومين ثلاثة، ابعت لك مسج توصلك في نفس الوقت، ابعت لك فاكس تقراه في نفس الوقت، وهكذا. وعلى الكبار وعلى المسؤولين وعلى الحكام ان يعوا هذه الحقيقة، ان مصر بحضارتها جاية لسه. في شك. قابلتني واحدة اسمها دكتور جروس، وهي استاذة الاركيولوجي في الولايات المتحدة الامريكية، كنا في مؤتمر هناك، وقالت لي جملة خطيرة جدا. قالت لي بالرغم من الأمية والفقر في مصر إلى أن الحضارة تحت جلود المصريين. ولما سألتها ما هي الحضارة، قالت civilization جاءت من كلمة civility، وcivility كلمة لو بصيت عليها في القاموس تجد أنها politeness, good manners and treatment to others، الأدب ورقة التعامل مع الإنسان الآخر. قلت لها لك حق، الإنسان المصري يتمتع بهذا منذ آلاف السنين، لم يكن رقيقا مع الإنسان الآخر فقط، بل كان رقيقا مع النبات والحيوان. قالت لي النبات؟ قلت لها آه. كان يسأل في النيجاتيف كونفيشن أو الاعتراف الإنكاري، هل عذبت نباتا بأن نسيت أن تسقيه ماء؟ هل كنت سببا في شقاء حيوان؟ فرقة التعامل مع الكائنات الحية كلها سمة من سمات الإنسان المصري. وعشان كده هو نحن ناس نكره الدم، نحن شعب يكره الدماء. نعم. فاللي بيحاولوا إن هم يضعوا الفتنة والعنف وإلى آخره مش هينجح، ما يجدش مجاله هنا في مصر إن شاء الله. أنا بشكرك جدا دكتور وسيم السيسي اللي كان ضيف العزيز النهاردة، استمتعت بكلامه جدا. بشكركم. سؤالنا كان هل توافق على هل تؤيد مرشح الرئاسة في رفضهم لحظر الدعاية الانتخابية حتى أول مايو المقبل؟ نعم 83% بيقولوا آه إحنا معاهم، لا
17%. غدا منذ الصباح في 10 صباحا سأكون معكم إن شاء الله من بث مباشر استوديو سي بي سي، هننقل لكم وهنتابع اللحظات الأخيرة، نرافق البابا شنودة الثالث، قداسة البابا شنودة الثالث إلى مثواه الأخير في دير الأنباء في دير وادي النطرون. بشكركم جدا، غدا حلقة جديدة من ممكن مساء إن شاء الله. مرة تانية بشكر ضيف العزيز دكتور وسيم السيسي، وتصبحوا على خير. مرسي.